السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفوك اي اي ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي مسؤول عن تحويل التكست لصور. اهو انفوك اي اي ده معتمد على ستيبل ديفيجن، ده اوبن سورس يعني مفتوح المصدر مجاني، تقدر تديله صورة وتخليه من خلال الصورة دي يعمل لك صور تانية زي ما انت عايز، يعني تديله صورة طائر وتقول له طب اعملها على شكل مبنى. الحاجات دي كلها هنا ممكن انت تسطبها عندك على الجهاز بتاعك انستليشن. هنا المزايا اللي موجودة، تقدر ان انت تبدأ، ممكن تنضم للديسكورد، ده اوبن سورس عبارة عن شات. طيب تقدر تيجي هنا اهوت، هتلاقي طريقة التصطيب بتاعه بحيث ان انت تسطبه عندك على الجهاز، وبالذات لو عندك انفيديا. ده الهاردوير والسوفتوير المطلوبة، تقدر انت تسطبه عندك على الجهاز، وساعتها هيبقى عندك خادم على الكمبيوتر بتاعك تقدر من خلاله تحول التكست لصور والصور لصور تانية بالشكل دوت. هو اوبن سورس فموجود على الجيت هاب، وبيديك امثلة ان انت ممكن تديله شكل معين ويبدأ يعمل لك 3D، يقدر ان هو يعمل لك صورة معينة يخليها لك بالشكل دوت زي كأنها فيديو. ففي شوية امكانيات حلوة جدا محتاج ان انت بقى تبدأ تجرب فيه. تقدر تقول له اعمل لي شكل مبنى وخلي المبنى كأنه انسان بيتحرك، ففي شوية حركات حلوة تعجبكم ان شاء الله. تمام، وزي ما انت شايف تقدر ان انت تنزله من الاوبن سورس زي تكست تو ايمج من على الجيت هاب مثلا. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز احمل الملف، ملف مضغوط، وتقدر بقى تسطب عندك على الجهاز. محتاج بس تكون في يعني خلفية بسيطة في البرمجة.